قبل أن نبدأ أدعوك إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصل بكل ما هو جديد قناة ثقافة ومنوعات لملاك ومن تحفيزي ولايك قبل المشاهدة. كل ما عليك فعله هو فتح برنامج سوني فيغاس. طبعا تأتي إلى فايل open لفتح الانترو الذي حملته أينما كان أينما وضعته بهذا الشكل على حاسوبك. نضغط مرتين بهذا الشكل. لا أريد حفظ التغييرات، أريد أن تأتيني كما هي. تستطيع أن تفتح بروجكت ميديا وتأتي إلى هنا للوجو، تضغط بالزر الأيمن للفأرة وتضغط Replace لتغيير اللوجو التي تريده، أو تستطيع أن تأتي إلى برنامج الفوتوشوب بهذا الشكل، تفتح الصورة، نعيد حتى تعرف، تفتح الصورة أين مفتوحة أين موجود اللوجو بهذا الشكل، وتأتي بالشعار الخاص بك بنفس الأبعاد على برنامج الفوتوشوب. حتى تفهمني نعتبر أن هذا شعار لقناة أخرى. بعد ذلك تقوم بتحويله هكذا Ctrl T Shift and Alt وتقوم بتكبيره حتى يتطابق مع اللوجو بشكل طبيعي. بعد ذلك تأتي إلى هنا وتخفي اللوجو الموجود في الأسفل. تأتي إلى فايل، تضغط على Save As، تحول الصيغة إلى PNG بهذا الشكل، وتأكد أنك تحافظ على نفس الاسم. Save، يقول لك هل تريد حفظه مكانه، تضغط OK بهذا الشكل وانتهينا. بالتأكيد تستطيع أن تغيره من هنا كما سبق وأشرنا Replace مباشرة بهذا الشكل، وتختار الصورة التي تريد أن تأتي بشكل طبيعي جدا. بعد ذلك تبقى الكتابة، على سبيل المثال تريد أن تكتب أي شيء، فكما تعلم في السوني فيغاس لو تكتب مباشرة بالعربية سوف تأتي الكتابة مقلوبة. لذلك هذا البرامج الصغير سوف نتركه لك أسفل الفيديو لتحميله بالطبع هكذا بهذا الشكل. أضغط تحويل، أنسخ هذه، كوبي بهذا الشكل. أتي إلى سوني فيغاس، أضغط على هذه الأيقونة من هنا Ctrl V بهذا الشكل وأغلق وأشاهد الانترو. بعد ذلك أتي إلى فايل Render As، أختار مكان الحفظ طبعا أين تريد أن يحفظ الملف، على سبيل المثال أتركه في الديسكتوب، Intro اسمه، تريد أن تغير الاسم من هنا غيره كما تريد لا بأس، تختار الصيغة على سبيل المثال MP4، تختار الجودة، بعد ذلك تضغط Render. بالطبع فإن الفيديو الذي سوف يأتيك كما تشاهد معي هنا Property سوف تكون 10 ميجا، حجم كبير جدا. لذلك كل ما علي فعله هو فتحه بالكامتازيا بهذا الشكل، أضغط Open Import Media بهذا الشكل، أفتح الانترو بشكل عادي جدا. أين هو الانترو بهذا الشكل؟ أسحبه إلى هنا وأقوم بعمل رندر للملف بنفس الصيغة 720 كما تشاهد معي هنا، انترو 10، رقم 10 على القناة، فينيش، وسوف تشاهد بأن حجم الملف يصغر كثيرا كثيرا كثيرا. شاهد معي Finish. الجودة ما زالت جيدة وممتازة، لكن شاهد معي الحجم.
يمكنك أن تشاهد معي أن ملف الفيديو صغر للغاية بهذا الشكل. داونلود، أتي إلى فيديو بهذا الشكل ودعني أشاهد أين هو الملف. لا أدري أين ذهب الملف، ها هو هنا. وشاهد معي حجم الملف كيف يصغر للغاية، فقط 800 كيلو بايت. شكرا على حسن المتابعة، لا تبخل علي بالضغط على زر اللايك، سبسكرايب في القناة إذا كانت هذه أول مشاهدة لك لقناة ثقافة ومنوعات. إذا أحسست أن أحد يريد هذا الانترو لما لا تشاركه معه الفيديو، وسلام.